النهارده هتكون بدايتنا بقى مع حالة الطقس. النهارده بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية حيسود طقس اليوم شديد الحرارة، رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. متوقع اليوم أن النهاردة هيكون في استمرار لارتفاع نسب الرطوبة، ده بيزود أكيد إحساسنا بالحرارة. كمان متوقع أن هتزيد نسب الرطوبة من 2 ل 3 درجات. أيضا متوقع غدا أنه هيكون في شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. هيكون برضو في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، هتكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادي الجديد، وده هيصاحبها نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال وللأتربة. تعالوا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة. زي ما حضراتكم كده شايفين، القاهرة 37 27، العاصمة الإدارية 38 26، 6 أكتوبر 38 26، السلوم 33 25، العلمين الجديدة 32 24، الإسكندرية 33 25، الإسماعيلية 38 25، بورسعيد 33 27، دمياط 33 26، الغردقة 40 30، شرم الشيخ 39 30، السويس 38 25، الوادي الجديد 43 24، رفح 36 25، طابة 36 25، بني سويف 39 25، الفيوم 39 24، سانت كاترين 31 17، الأقصر 44 28، أسيوط 42 25، المنيا 40 24، حلايب 36 29، شلاتين 40 31، أسوان 44 29. برضو تعالوا نستطلع مع حضراتكم كده أخبار الطقس على مدار الأسبوع من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة داليا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك. صباح الفل. خلاص احنا دخلنا شهر أغسطس، ذروة ارتفاع درجات الحرارة، ولكن يعني بعد ما شفنا حوالي أسبوعين أو ثلاثة من ارتفاعات درجات الحرارة، كان في يومين ثلاثة كده الحمد لله انكسر فيها نوعا ما. هل بقى يعني هندخل على موجات أخرى، خاصة أن أغسطس هو بقى يعني الذروة؟ طب خلينا نقول الاول، ان شاء الله متوقع من خلال التنبؤات الفصليه في الهيئه العامه للارصاد الجويه ان يكون شهر 8 اقل في قيم درجات الحراره من قيم درجات الحراره اللي احنا سجلناها في شهر 7 وشهر 6، فان شاء الله قيم درجات الحراره هنلاقيها اقل، رغم ان معظم الايام هتكون اعلى من المعدل، لكن طبعا اقل لان احنا شفنا ارتفاعات ملحوظه بشكل كبير في 7 و6، لكن هيكون في ارتفاع في نسب الرطوبة، وارتفاع نسب الرطوبة هو اللي هيخلينا ما نحسش بالفرق الكبير، ما مش هيخلينا نحس ان 8 اقل من 7، لكن نسب الرطوبة هتكون بتتجاوز ال 95% في الاماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تتجاوز ال 80 وال 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وده عامل مهم جدا في احساسنا ان شهر 8 هو ذروة فصل الصيف وفي ارتفاع في قيم درجات الحرارة. على مدار هذا الاسبوع كله مش هنلاقي اختلاف كبير في قيم درجات الحراره، تعتبر اعلى من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه بدرجه لدرجتين، عظمى فتره النهار على القاهره الكبرى 36 ل 37 درجه مئويه، لكن طبعا استمرار تاثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي ونسب الرطوبه العاليه احنا هنحسها لو تكون 39 او 40 درجه مئويه، فالاسبوع ده كله اجواء وشديده الحراره رطبه فتره النهار في معظم المحافظات الداخلية، لأن أغلب المحافظات قيم درجات الحرارة فيها حول المعدل أو أعلى من المعدل بدرجة لدرجتين. تمام. الأماكن الساحلية طبعا بتكون حرارة رطبة فترة النهار لأنها بتكون الأقل في قيم درجات الحرارة، الشبورة المائية ظاهرة جوية مؤثرة في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وطبعا كمان فرص الأمطار اللي بدأت معانا في محافظات الجنوب من امس واول امس مستمره معانا لحد يوم الاربعاء ان شاء الله. تمام. وهي امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه واللي ممكن تكون رعديه احيانا
وقد تؤدي لتشكل بعض السيول في بعض الأماكن نتيجة الطبيعة الجغرافية والجبلية في الأماكن الجنوبية، وخاصة في جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد. بشكرك الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.